روح. الراضي ساعد يا سكينة. يا حبيبتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. هاتك هاتك، ولع النور ولع النور. سميرة بنتي حبيبتي يا سميرة. هاتي يا واد التهوم على مهلك. عليها سميرة، سميرة بنتي. روح سميرة كلميني يا حبيبتي. حمدتي كده ليه يا بنتي؟ دكتور دكتور الحقني يا منير الحقني. كتر خيرك كتر خيرك، استنى لما كفاك. لا يا بيه، الحمد لله بسلامتها هي. السلام عليكم. روحوا عضلها تغييرة. أمي أمي ليه تعملي كده يا بنتي؟ ده أنا ماليش في الدنيا غيرك. تبطيني لمين يا سميرة؟ ساب لي النسل، هجرني بعد ما بعد ما. ايه اللي بتقوليه؟ كنت واثقه فيه، اتعهدنا على الزواج اول امبارح. اول امبارح ايه اللي حصل؟ عرفت حقيقته، كان بيعمل كده مع كل بنت يقابلها. مش قلتلك يا سميره ما تامنيش لشبان ليامتي؟ والخاتم، الخاتم الالماس بتاعي اللي كنت فاكراه ضاع، هو اللي كده سرقوا الندلة. شفت فرح خديجة صفتي كانت لابسة عزيزة سامي، وسمعتها بتتكلم مع واحدة صاحبتها عنه، وبتقول انه خطيبها. امي امي. الحمد لله على سلامتك انت. اسمتك يا سميرة؟ انا بقاليش عايش في الدنيا. سميرة انا مش عاوزه جوزي يعرف الحكايه دي تبقى مصيبه. الدكتور اياد جاي حالا، لكن عاوز افهم ايه الحكايه. كاترين يا زكيه غيروا لها منير. تعالى تعالى، الحمد لله الحكايه جت على كده. لكن مش وقته مش وقته. تعالى تعالى فهميني ايه الحكايه، ايه اللي خلى سميره تعمل كده؟ اسمعي يا فردوس، ما تفتكريش ان انا بعتبر روحي غريب عن سميره أو مجرد جوز أمها، لا، أنا بعتبرها بنتي، بنتي من لحمي ودمي. لابد يكون أمر خطير اللي دفعها ترتكب العمل الجنوني ده. منير منير أنا. اتكلمي يا فردوس، ما تخبيش علي حاجة. هقول إيه بس يا منير؟ سميرة كانت بتحب شاب. إيه؟ والشاب ده ظهر إنه دنيه. وانت عارف سميرة ورقتها، كانت الصدمة شديدة عليها ما تحملتهاش. لكن العلاقة دي إلى أي حد وصلت بينهم؟ كانوا متعاهدين على الجواز و... وإيه؟ وهل ظلت العلاقة شريفة بينهم ولا... طبعا طبعا. تحلفي على كده بشرفي؟ اتكلمي. وشرفك يا منير، بس وحياتي عندك ما تقساش عليه. خلي العاصفة دي تمر، مش عاوزين حد يعرف. ليكن، لكن إذا جه يوم وعرفت إنك أخفيت عني الحقيقة هتسقطي من نظري إلى الأبد. هم قاعدين تحت الشمسية. سميرة سميرة، يبان ما جاتش النهاردة كمان. سميرة يا ترى ما بتجيش ليه؟ يبقى لها أربع أيام ما جاتش. دي لازم عيانة. سميرة دي اتغيرت خالص. أنت واخدة بالك؟ يا ترى مال؟ مش فاهمة. دي كانت تحب الضحك والانبساط، دلوقتي بقت تفضل الوحدة وعدم الاختلاط. السنة دي ما بتنزلش البحر أبدا. أها بونجور يا شاكر بيه. بونجور يا فندم، اتفضلوا. ميرسي، احنا نازلين البحر. الا ما شفتش جارتك النهارده. جارتي؟ لا والله يا فندم، دي بقالها كام يوم ما بتجيش. مش كان يصح تسال عن صحتها؟ ما هو انا ما حظيتش بشرف التعرف بيها. كده مالكش حق، دي مش اصول الجيره. اعمل ايه، انا ما جاتليش الفرصه، مع ذلك انا اتمنى. لازم اعرفكم ببعض، مش نازل البحر. انا نزلت يا فندم البحر، من عادتي احب اخد الحمام بتاعي قبل طلوع الشمس. لكن تقول ايه للي زي حالتنا اللي بيناموا في وش الفجر؟ يا صباح الفل. بونجور رفعت بيه. بونجور. تعال ندور عليه.
دهدا دهدا يا سي شاكر، دول خدوا عليك قوي يا جدع. انت ما تبقاش طويل اللسان، دول جايين يسالوا عنك. عن ايه؟ عن بارومتر الجو؟ عن الست اللي مستأجرة الكابينة اللي جنبنا. مدام اكس. على فكرة يا رفعة، انا عرفت اسمها، يقول اسمها سميرة. عال عال يا سي شارلوك هولمز، لما تعال هنا قول لي، انت مخبي عليا؟ الست اللي باين لها شغلة بالك قوي. والله فعلا يا رفعت، لاني لاحظت انها تختلف عن الوسط اللي بشوفه في الفلاش، ثم مسحة الحزن اللي في عينيها اثارت فضولي. لا حاسب لا يجرفك التيار. نسيت اقول لك، انا جالي النهارده جواب من بنتي عنايات. بالذمه ايه؟ والله مبسوطه في جنيف؟ مبسوطه قوي، وامتحانها الشهر الجاي. اقرا جوابها. وريني وريني. جنيف في 3 سبتمبر. فاكر جنيف يا شاكر؟ فاكر لما كنا بندرس الحقوق هناك سوا؟ يا سلام على ايامها. ابي العزيز، اقبلك يا اعز ما عندي في الوجود. يا روحي على كلامك يا عنايات. حضرت الى هذه البلد الجميلة للراحة بعد ان اديت امتحاني الرسم والموسيقى في لندن، وغاية مرادي ان اعود اليك. مضت 3 سنوات لم ارك، وانا اعلم التضحية العظيمة التي قمت بها من اجلي، فقد رضيت ان اتركك وحيدا، وانا اعلم انه ليس لك في العالم سواي بعدما فقدنا المرحومة والدة. ولكنني ساعود الى مصر الى احضانك، ولن نفترق بعدها. تحياتي لعم رفعت بيه وعم عثمان البواب ودادة نبوية. مسكينة مش عارفة انها ماتت، لسه بيبي برضه، لازم نعمل لها حفلة استقبال هايلة يوم وصلها. بدي عايزة كلام بإذن الله. يا عنايات، والنبي وحشتني بنتي اوي. الله، ده منير بيه. منير بيه مين؟ منير بيه صبري بلدياتنا. يا منير بيه، منير بيه مين؟ الله، رفعت. اهلا رفعت بيه، اما صدفه سعيده. بالحضن يا رفعت، بالحضن. أهلاً. انت جارنا ولا ايه؟ الله، هي دي كبنتك؟ ايوه. ما نشتكش ليه قبل النهارده؟ اصل لسه واصل امبارح بالليل، الست بتاعتي وبنتها كانوا سبقوني، لان سميره كانت محتاجه لتغيير هواء. قلت لي ما تيجي، امال يا شاكر بيه لما اعرفك بجارك. اهلا وسهلا. حضرته يا سيدي منير بيه صبري بلدياتنا وعين اعيان طلخه. وحضرته شاكر بيه حمدي رئيس نيابه عابدين. تشرفنا يا فندم. تشرفنا احنا يا فندم، ما تتفضل تقعد تاخد فنجان قهوه معانا. في فرصه اخرى ان شاء الله، اصل روحي مرهرقه قوي على البحر. روفار يا فندم. روفار. روفار. ابسط يا عم، هي جات لك على الطبطاب، كفك السناره غمزت. Thank you.
انت اليومين دول مش عاجبني ابدا. اصلي كنت بفكر انك بكره هتسافر على لبنان وانا هفضل لوحدي. ما بلاش لبنان السنه دي. بلاش؟ لا كله الا كده. انا محتاج لهوا الجبل والحكيم منبه عليا. فاضل شهر واحد في الاجازه ثم الى اسيوط. يا خساره، الاجازه فاتت زي الهوا. انا هرجع على مصر بقى. في عز الحر تعمل ايه في مصر؟ انا خالص كان بنتي عنايات ترجع وما تلاقينيش. اطلع من دول، انت اللي خايف تفارق جارتك بتاعه البلاج. هي ما حدش بيشوفها في البلاج. ازاي؟ من يومها؟ من يومها. امها وابوها بشوفهم كل يوم، لكن هي ما بتظهرش. على فكره ده مش ابوها، ده جوز امها. كده؟ ايوه. امال ابوها؟ ابوها متوفي من زمان، وامها ست غنيه ومن عائله عريقه. لكن سميره هانم ليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ بيخيل لي بيقولوا عليها متكبره وما يعجبهاش العجب. اول امبارح قابلت منير بيه جوز امها في تريانو وقعد يشتكي لي منها. من ايه؟ بيقول انها غريبه الاطوار وانها بترفض كل الازواج اللي تقدموا لها وانها عاوزه تعيش طول عمرها عذراء. غريب. تحب اكلم لك منير بيه؟ تكلموا عليه اذا كنت طالب القرب يعني. يا اخي انت دايما كده تحب تهزر. يلا بينا بقى، عاوزين نروح. يا اخي دي الكباريهات ما تحلاش الا اخر الليل. ما انت عارف ان انا ما احبش اقعد في الكباريهات. جرسون مين بوفيه؟ تراديسيون. اقعد اقعد، ده انت رزقك في رجليك. ايه في ايه؟ بص حواليك. بص على ايه؟ هناك في الترابيزه الاخرانيه. شفتها؟ هي هي مين؟ ليلى المريضه في العراق. دي سميره. مش بقول لك انت زي الفراخ رزقك في رجليك؟ قوم بينا قوم. نوم على فين؟ تعالى دي فرصه لا تعوض. قوم قوم يا شيخ. منير بيه دي فرصة سعيدة قوي. بونسوار 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 يا فندم. بونسوار. أقدم لكم الست بتاعتي. تشرفنا يا فندم. الآنسة سميرة بنتها. تشرفنا. اتفضلوا اشربوا معانا حاجة. بس ما كنتش تحلف. جاتسو. أهلا وسهلا. والله سلامات. صحتكم. صحتك يا هان. الأنسة ما تحبش الشمبانيا؟ متشكرة، عنده صداع. لا بأس عليه. فردوس هان تحب ترقص؟ لا يا بيه، فات أوانا. كلام إيه ده؟ والأنسة؟ اسفه عم منير بيه، اسمح لي اروح لاني تعبانه. ليه يا بنتي؟ لكن احنا يا دوب. لا خليكم انتوا، انا هحاول السواق يوصلني عن اذنكم. اذا سمحت الانسه اوصلها لحد الاوتوموبيل. طبعا طبعا. متشكره يا فندم. يا سلام على شاكر بيه ده، ما تفوتوش حاجه ابدا. طبعا لانه متربي في سويسرا. كده؟ يبقى ابني مين؟ ابن زكي باشا حمدي المستشار. ده كان زميلي من عهد الدراسه. باين عليه راجل مهذب. إلا مهذب؟ خاطرك بقى. عربية منير بن صبري. حاضر. عربية منير بن صبري. الو مين؟ شاكر؟ ايه المناسبة؟ ايه ده يا رفعت؟ انت لسه نايم؟ ليه؟ هي الساعة كام؟ الساعة 9. اسمع، وصلني التلغراف دلوقتي من بنت عنايات، هتوصل بكرة من لندن. وخد بالك يا سيدي، خدت دبلوم الرسم ودبلوم الموسيقى من أكاديمي لندن. بالذمة ايه؟ يا ألف مبروك يا شاكر،
يا صباح زي القشطة. أنا عندي فكرة، بدي أخذ عنايات وروح معاك على لبنان. أنا واثق إنها هترحب بالفكرة. الله أكبر، أما فكرة نيرة قوي. أنا جاي لك حالا. هوا شوف يا بابا جبت لك إيه؟ بايب وكوفية وجيرس ونيو بوكس. ميرسي يا حبيبتي. وأنت يا عم رفعت، أنا عارفة إنك بتحب سير السمك. أيوه أيوه. أدي سنارة. الله الله الله. وراكت كمان. وزمارة. زمارة؟ ودول شربات صوف عشان دادا. دادا؟ البقية في حياتك يا بنتي. دادا. البركة فيك يعني. بس سد 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 سد. شيل معايا يا حبيبي. أشيل إيه؟ أنت ناسي يا أخي وهي صغيرة لما كانت تعيط ما تسكتش لما مرجحها. شيل 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 شيل. مش قلت لك؟ مرجحيني يا مرجيحة. بقروش مع الخواجه دبانه
هلا بعيط. كويس، تعرفي زي انتوا ما بتستلطفوا لغتنا احنا كمان بنستلطف لغتكم. تشكر يا خواجه، تقبروني يا مثاروه، ما اخف دماتكم. والله انتوا اللي دماتكم اخف. في خاطرك يا خواجه. خاطرينك يا خواجه. اللي بخاطرك دي كويسه. بخاطرك. البلكونة الدنيا برد عليك. تعالي يا بنتي تعالي. من فضلك مين اللي شغل الأوضة 142؟ دقيقة معلمي. شوف سيدي، 138 142 هدول أبرتمان شغلينه مصاروة عائلة منير باي صبري. طيب اسمع من فضلك، اديني الأوضة نمرة 113. الو، الحق يا رفعت. ايه، رموا علينا القنبلة سرية؟ هي هنا في الأوضة اللي جنبي. رموها في الأوضة اللي جنبك؟ يا جدع انت فوق. سميرة بقولك نازلة هنا جنبي، هي وعيلتها، وشفتها بعناية. يا شيخ نام، انت بتحلم؟ ما هو يبات الجعان يحلم بالجاتوه. تصبح على خير. صحيني عشان شوية كلام فارغ ليا. اهلا اهلا، يا الف اهلا يا منير بيه. اما حقيقه صدفه خير من الف ميعاد. والله يا رفعت بيه، بنتي سميره هي اللي اقترحت علينا السفر. ده اقتراح وجيه جدا. حاكم سميره يا سيدي ما تطقش تقعد في حته واحده ومشحططانه وياها. على كل حال لبنان فسحه جميله. ايوه بس ما قالتلناش بكره يلا على اسطنبول. مفيش مانع، بس المره الجايه تعملوا معروف تدونا خبر قبلها ب 24 ساعه. اتفضلي. لا ما يصحش، تفضلي. حضرتك من مصر؟ ايوه يا فندم. بقالك في الجبل كم يوم؟ 5 ايام. واحنا كمان، لكن ازاي ما شفتكيش قبل النهارده؟ اصل ما بنزلش من الاوضه بتاعتي كتير. ليه سلامتك. لا ولا حاجه، متشكره قوي. اسمع نيات حمدي. وانا سمير عزه. قربان قربان. أنا كنت وصيت على أوتوموبيل عشان نطلع على الأرز. موجود بانتظار سيدي. كده متشكر. أنا كنت وصيت على روشيت الدواء. تكرمي مدام، هلأ وصل من بيروت. ميرسي. هلو شاكر. هلو رفعت. صباح الخير بابا. بونجور للجميع. أهلا شاكر بيه. أهلا منير بيه، فرصة سعيدة يا هاني. أقدم لكم. لا يا سيدي، أنا قمت بالتعارف بالنيابة عنك. كده عال عال. من فضلك طلعه لي في الاوضه. تكرمي مدام. ميرسي. وادي سمير. جابوا لك الدواء؟ ايوه يا ماما. اما هي المدموزيل تبقى انا تعرفت بيها في الاسانسير.
عين 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 نستأذن بقى ما تتفضلوا معانا احنا طالعين على القرص الله واحنا كمان كده دي هتبقى فسحه جميله قوي الى الامام ايها الساده الكرام اجمد وراك رجاله الله زي الطبيعة تمام يا سلام أنا حبيتك قوي يا أبلة وأنا كمان يا حبيبتي إحنا مش هنفوت بعض ولا دقيقة في مصر يا ريت يا حبيبتي يا أبلة واخد بالك يا منير بيه سميرة هانم وعنايات ما بيفرقوش بعض دقيقة والله يا رفعت بيه ربنا بعت لنا الأنسة عنايات ملاك رحمة ما تقدرش تتصور قد إيه سميرة بنتي فرحانة بيها ربنا يخليها لك يا شاكر بيه الله يحفظك يا هانم من شابه أباه فما ظلم ممنون يا بيه أنا كمان ما كنتش أطمع في حياتي إني أجد صديقة لبنتي عنايات زي سميرة هانم مش تشكره اللي كان الواسطة؟ طيب متشكرين يا واسطة بيه يلا بيه ظهور يا معلمتي صباح الخير شاكر حمدي شايفها يا فردوس؟ ربنا كريم يا منير حقا ما كناش نحلم ان سميرة تتغير بالشكل ده والفضل كله للآنسة عنايات مفيش احسن من كده حاجة تشرح القلب اما حقيقة بنت اصل ظرف ايه وعلم ايه وادب ايه طالعة لابوها ربنا يخليها له هما فين؟ هما عند الفسقية انا اللي مرجحك لا ما يصحش انت النونو ده انت مدلعاني زياده عن اللزوم شايف يا شاكر كانهم شيئتي طب ومستني ايه والله يعني على راي الحداد اطرقها وهي سخنه ما تكلم منير بيه ما هو قاعد هناك اهو لا ما عنديش الشجاعه يا خي انت راخر رئيس نيابه محتاج لمحامي اوعى انا هجيبها لهم على بلاطه هم هيلاقوا احسن منك لا 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 يا رفعت مش النهارده مش النهارده اليوم والا فلا لا 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 رفعت رفعت صباح الخير اولا صباح النور يا رفعت بيه يا اهلا نفسكش تتمرجح انت راخر لا يا سيدي لكن اذا كنت تحب تلعب معايا انا النحله وانت الطبور مفيش مانع شايف البنتين دول بيدلعوا بعض ازاي شايف يا ستي شايف وشايف حاجات كتير قوي وما خوفي كان اعظم انما سيبك انت صديقك شاكر بيه ده من احسن الشخصيات اللي صادفتها في حياتي كده طيب ايه رايك بقى انه بيحب سميره هانم رفعت بيه ما تحتشم يا جدعان يا خي انت راخر ده انا لو كنت مطرحك وسمعت الكلام ده اتحز مرقص 10 بلد رفعت بيه ما يصحش الهزار في حاجات زي كده ومين قال لك يا ست ان انا بهزر بالعربي الفصيح جدا شاكر بيه بعتني انوب عنه في خطبة الانسة سميرة بتتكلم جد ايه عندكم اعتراض اعتراض لكن سميرة لكن ايه بلاش تقولي فارغة يا شيخة عاوزة تقولي ايه ان اكبر منها شوية وماله لا ده مش غرضي هو احنا في دي اليوم ده يوم المنى يا رفعت بلغوا من قبلي اني موافق ومستعد لقراية الفتحة كده عن اذنكم بقى بلام هتقروا الفتحة ما راح اتوضى شاكر شاكر
نايمني على الحلاوه. بجيم ايه؟ ابلم استوى وطاب وطلب الاكان. بالحضني عليك هنا بالحضن. سميره مش صغيره، بل بالعكس دي تعدت سن الزواج وشكر بيه فرصه لا تعوض. هقول لك ايه بس يا منير، ما انت عارف. عارف عارف ايه؟ انت هتعيدي ذكرى الليله اياها ولا عشان صفحت وغفرت لها الماضي؟ اسمع يا فردوس، انا بدات اشك ان في الامر سر اخفيتوه عني. سر ايه يا منير؟ ابدا. اللي فهمته ان المساله ما تعدتش حد العلاقه البريئه بينها وبين الشاب اللي هجرها بنزاله. فهل دي الحقيقه ولا كتبت علي؟ دي الحقيقه يا منير. سميره ما عندهاش اي اعتراض على شاكر بيه، بالعكس دي معجبه باخلاقه ورجولته وصداقتها لبنته اكبر مشجع لها، ولكنها مجروحه في قلبها. رغم من ان سميره مش بنتي، لكني في مقام والدها وما اسمحش ابدا ان اسمها تدوك الانسب، لان الفضيحه لابد يمسني رشاشها. كلمه اخيره، انا وعدت شاكر بيه ومتمسك بوعدي، فاذا كان سميره عندها اي اعتراض عاوز اعرفه بنفسي. انا هكلمها. سميره لا. سميره لا يا منير لا، سيب سميره في حالها. بدي اعرف السبب. اديني الوقت الكافي علشان اقنعها. بالليل بالليل. فردوس، أنا بدأت أشك في صدق كلامك، لذا أحذرك قسما بشرفي، اليوم اللي أعرف فيه إني خبيت عني حاجة هنفصل عنك. ألف مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا بنتي. بابا بابا. مين؟ بابا. هتبص يا بابا. الله الله الله. ألف مبروك يا بابا. عم رفعت قال لي كل حاجة وأنا فرحانة أوي. قبل صميلة هتعيش معانا. ما عندكيش مانع يعني؟ مانع؟ هدي بوسة تانية، هدي بوسة تانية. الله الله الله. أما أروح أبارك لها. يا يا صاحبي. شوفي بوشك يا مدموزيل. أبلة حبيبتي، النهارده يوم عيد، هاتي بوسة. ربنا استجاب دعوتي، صوري إننا مش هنفارق بعض أبدا، ليل ونهار في بيت واحد، نخرج سوا ونتفسح سوا وهنضرفوه. أنا جات. أنا فاهمة فاهمة. لا ما تخافيش، مش هغير منك. هو أنا عيلة صغيرة؟ طبعا مش معقول بابا يفضل عازب، خصوصا خصوصا لأني. اسمعي، أنا هطلعك على سري، لأننا من دلوقتي مش لازم نخبي حاجة على بعض. أنا اتعرفت بشاب في لندن واتعهدنا على الجواز. إيه؟ شاب ظريف جدا، ريال جنتلمان، واتفقنا إني لما آخد دبلوم هيخطبني من بابا، هيوصل مصر السنة الجاية. أتمنى لك كل السعادة اللي تستحقيها يا عنايات. وأنت كمان وبابا وكلنا. البوسة دي منك والبوسة الثانية بعتها لك بابا. سميرة بنتي. سميرة. سمعت 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 عمك منير بيه. مش قادرة أقول له على الحقيقة، خايفة من الفضيحة. يا ريت نمت وخلصت وريحتك من العذاب ده. بعد الشر عليك يا سميرة، ده أنت وحيدتي، ده أنا ماليش غيرك يا نور عين. أمي ضميني صديق الحنون، أنا السبب في كل ده. أنت ضنايا، الجرح اللي في إيدك يهدمي قلبي. لازم نلاقي حل، وشاكر بيه راجل طيب كريم، ومش ممكن أبدا نلاقي حد في أدبه وكماله. وعمك حلف عليا يمين، هو الانسان الطيب، الانسان يأذيه مش ممكن، ما نستغلش طيبته ابدا، مش ممكن مش ممكن. يمكن العصبة تمر من غير ما يعرف، يمكن ما يسألكيش، يمكن ربنا رقد لنا بالستر. ولنفرض ان عملت زي غيري ودخلت بيته بتوب العذراء، ازاي ضميري يسمح لي ان اخدعه؟ ازاي؟ دي جريمة، جريمة فظيعة، أنا مرضاش مرضاش. الدنيا مليانة أسرار يا سميرة، ولا فيش داعي نشمت الناس فينا. البنت إذا زلت
مش ممكن تتظهر ابدا. ما تقوليش كده يا بنتي، انت كنتي فريسه وحش معدوم الضمير. سميره دي فرصه ما نلاقيهاش، ثم ان بنت صديقتك بتحبك وتحبيها، يمكن تجدي بينهم العطف والمحبه. ارحمي شبابك. ولما يعرف يهرب. مش ضروري يعرف، حتى اذا عرف يمكن يصفر. انت عايزاني يا ذليله؟ ما اقدرش ارفع راسي ابدا. ما كنتش شعره بالشفقه على نفسك، اشفقي على امك. انا لازم اقابله، لازم اقابله. بنتي بنتي. هو الوحيد اللي يقدر يخلصني ويخلصك من الورطه دي، ده الحل الوحيد. سميره سميره سميره. دي وهي عايزه مرجعيه. العروسه العروسه اهي. يا الف مبروك. ايدك يا بوس يا هاني، لو تعرفي السعاده اللي انا شاعر بيها. انت رجعتيها 10 سنين لورا. لكن انا، انت فتاه احلامي، لو تعرفي مكانتك في قلبي. و انا اصلي ما اعرفش في الغزل. يا جدع ما تقولش كده، ده انت غزال بريمو. من شهرين دلوقتي وانا براقبك درست اخلاقك وحركاتك المتزنه، أدركت إنك الزوجة المنشودة. في الأول طمعت في صداقتك، ثم أردت إني أضع حياتي بين إيدين فتاة تشاطرني مساراتي ومتاعبي. أنا عاوز أقول لك. هتقولي له إيه أكتر من اللي قالولك؟ ده قرب يشعر. اسمع شاكر بيه، أنا تأكدي إن أنا ترددت كتير قبل ما بحرك بسري، لكن خفت بقى لحسن تضيع علي الفرصة أرجع لمصر مكسور الخاطر. كلامك في منتهى الرقة، لكن إذا كنت تخشي إن أنا حوجه كل عناية لبنتي، لا بالعكس، هتجدي قلبين يعزوكي، شخصين يحبوكي، اخت عزيزه تسهر على راحتك، و وصديق كل همه قلبي المسر اليكي. واذا ما كنتيش تشعري نحوي بنفس العاطفه، تاكدي ان انا هعمل كل ما يحببك فيا. انت ضروره من ضروريات حياتي. ايوه زي الكهرباء والاسبرين. اهو بالعرفان، اهو روح وشرفنا بين ايديكي. أبلة سميرة دي عنايات. اتفضلي يا بنتي. مبروك يا طنط، أنا جيت أبارك لأبلة قبل ما يجي العريس. مبروك يا عروسة، أما كانت حفلة عظيمة عم رفعت سكر خالص، وبابا كلام في سرك هيطير من الفرح. المعازيم ما كانوش عايزين يخرجوا. تعرفي انه دي اول مره في حياتي اسهر فيها للساعه 3 صباحا؟ انا يات انا انا الله. ابله سميره انت بتبكي؟ بقى صحيح زي ما بقولوا الواحده تبقى عصبيه يوم الجواز. انا يات خليكي معايا. لا يا اختي، العريس زمانه جاي بعدين يطردني. بونسوار بقى يا صهري وعقبالي البكاري. بونسوار يا منير بيه، انا سعيد جدا بمصاهرتكم يا فردوس هاني. ربنا يهنيك. قال في الاسم ما هو انا الخطبه. طب زق عجله. الكاوتش مفرقع. اتسند عليا. تصبح على خير يا بيه. انت من اهل الخير. سعيده. شوف كده بابا، لازم هو. انت مين؟ انا شاكر.
العريس؟ تفضل يا حضرة العريس. ازاي؟ انت لسه هنا؟ لا ما تخافش انا ماشية. جود نايت سي هار. جود نايت. سمير اخيرا بقينا لوحدنا. سمير مراتي. شكر بيه انت راجل نبيل كريم، ما اقدرش اخدعك زي ما خدعوك. ضميري ضميري ما يسمحليش. انا مش فاهم. انا كنت راجل غيرك قبل منك، رجل وحبته اعز ما تحرص عليه الفتاة. ايه انتي؟ انا واحدة تانية غير اللي انت فاكرها، غير اللي وهبتها قلبك. لا لا مش ممكن مستحيل. قولي ان ده غير صحيح. دي الحقيقة، كنت اقدر اخبي عليك، في ستات غيري بيعملوا كده، لكن انا انا قولي انك وهبت قلبك، قولي انك بادلت غيري بعطفة شريفة، اما شرفك عرضك. وانا اللي توسمت فيك الطهر والشرف، أتبيكي؟ ما أقدرش أستمر في تمثيل دور البنت الزهرة الشريفة، خجلانة من نفسي، من نظراتك، من دخول بيتك في ثوب العذراء، خجلانة من الماضي. وليه قبلت الزواج مني ما دمتي؟ شفت فيك حب، حنان، ظنيت إنك ربما ترحم حالتي، وبنتك اللي أثرت في أطفال، أرجوك يا شاكر بيه ما تفضحنيش، قول إنك مش هتصير فضيحة. آه يا كلب. اضربني، موتني، ادفني في الحياة، لكن ما تطردنيش، أبوس رجليك. وأهلك، أهلك كانوا عارفين؟ لا، أمي الوحيدة هي اللي بتطلع على السر، لكن منير بيه سهر وأقسم إنه ينفصل عن أمي إذا رفضت الزواج منك، بعد ما رفضت قبلك كتير. امشي اطلع برا، واخرجي من بيتي. أخرج بالليل، أروح فين؟ أروح لعشيقك، باللي دلسك. لكن أمك هي المسؤولة، حسابي معاها رهيب. أمي المسكينة، كفاية شاهد سبب، كفاية سل مش قادرة تبص بيه. وهو مين؟ اسمه ايه؟ لا لا ما ظنيش اني حسكت على المهزلة اللي لعبت فيها دور الزوج المغفل اللي لزقوا له بنت غيره. انت من نفسك مني، اعتبرني خدامة وقل من خدامة، ارميني في اوسط اوضة عندك زي الكلبة، لكن ما تطردنيش. طبعا عاوز اتدافع عن امك بينما كانت مطلعة على سقطتك. ادركت ليه فضلت لغاية السن ده بدون زواج؟ لان سمعتك السيئة كانت بتنفر الرجالة منك. الراجل اتخلى عنك ليه؟ سابك ليه؟ لانه مات. مات؟ وهو مين؟ اسمه ايه؟ ويهمك ايه من اسمه بدل مات؟ دوبيني اسمه ايه؟ لا محال. طبعا محال انك تبوح باسمه. وانا الرجل اللي حرك الحياه، انا الرجل اللي مهنتي الحكم على الاشخاص. انخدع بمظهرك البريء، اتى بالدنيا مدرسه لا نهايه لها، والمراه سلاحها في نعومتها، تخفي اظافرها البهيميه تحت رداء من الطهر المصطنع، ضعف زائف ودموع كذبه وطلاء خداع. شاكر بيه انا اعترفت لك بالحقيقه، وياما سمعت ناس نصحوني ان ما يجيبش اعترف بماضيه لجوزي، ده مش يدلك على اني مش ساقطه للدرجه اللي انت مصورها. وانا ذنبي ايه اتحمل ده؟ انا شك ليكن، عاوزني اخرج في الوقت المتاخر ده. ليش؟ اخرجي من هنا، مجرد النظر اليك بيثيرش من اساسي. معاك حق، انا ماليش مكان في الدنيا. اللي زي الموت لا احسن. لا وايه الفايده من كده؟ وانا ذنبي ايه؟ عاوز انا اكون موضع سخريه الناس؟ بكره بكره في اول ساعه عاوز اشوفك هنا. قابل ساعتين على النهار.
التليفون. يا ترى مين اللي يطلبنا في الساعه دي؟ اللهم اجعله خير. الو الو امي. نعم. اعترفت له بكل شيء هو طردني. اروح فين يا امي؟ طيب طيب بكره من بدري تصبحي على خير. ايه مين؟ دي عزيزه بنت خالتي بتقول ان البروش بتاعها وقع في الحفله وترجتني اقول لهم يدوروا لها عليه. انا قلت ايه الحكايه؟ الحمد لله. فردوس فين يا محمد يا علي؟ فردوس فردوس. لك يا عرايس جود لك ان شاء الله تعيش لك وتعيش لك. جود لك يا عرايس جود لك جود لك جود لك جود لك. اصحي يا ابله يا دارلينج وانت يا بابا جود مورنينج. اصحي يا ابله يا دارلينج وانت يا بابا جود مورنينج. من الفرحة I am singing يا لا لا اللي I am dancing. جود لك جود لك جود لك جود لك جود لك يا عرايس جود لك جودي لا 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 لا. هلو هلو ماي داد انا فيري فرحانه برجلات. عقبال ما اشوف لكم اولاد وتكون ايامكم من الاعياد. جود لك جود لك جود لك جود لك جود لك يا عرايس جود لك جودي 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 لك. أنا خارجة بس لي رجاء أخير. عنايات ما تقول لهاش حاجة. مش عاوزة قلبها الطاهر يتحول عني لما أكون بعيد انتحل أي سبب لفراقنا. صباح يا مبارك يا
مش ناقصاني حاجة في الدنيا. ألو؟ حدا يا فندم. هتتسكر يا عروسة؟ لبن قليل؟ منير بيعه وتعدل. لا ميرسي. الو شكر بيه، فردوس هاني مراتي في حاله خطيره. ايه؟ ما تجيبش سيره لسميره، امها بتترجاك تيجي لوحدك، عاوزه تشوفك ضروري. لا لا ما تقولش لسميره دلوقتي، متشكر. يا فني قولي لعبد السواق يطلع العربية أوام. الله، انت خارج من غير ما تفطر يا بابا؟ ايوه خليكي مع قبلتك، انا مش هغير. نزيف في المخ، الحالة خطيرة ويجب مصارحة منير بيه. شكر بيه اتفضل. ايه اللي حصل يا منير بيه؟ امبارح بالليل يا دوب وصلنا من عندكم واحنا طالعين ننام جرز التليفون ضرب، نزلت فردوس ترد وهي طالعة يظهر داخت او اغمى عليها فجأة، راحت واقعه قدامي واتدحرجت على السلالم لحد تحت، وقضينا ليله يعلم بيها ربنا. لا لا باس عليه، والدكاتره بيقولوا ايه؟ هم عندها جوه، اما نشوف هيقولوا ايه. الحاله ايه؟ صدمه قلبيه وارتجاج في المخ. ايه؟ الواجب مصافحتك بالحقيقه يا منير بيه، الحاله خطر. سميرة سميرة عايزة حاجة يا هنا؟ شاكر بيه، اندهولي شاكر بيه. حاضر. وايه العمل؟ احنا اتفقنا على طريقة العلاج والشفاء بيد الله. منير بيه عن اذنكم، الهانم بتسأل عن سميرة هانم وشاكر بيه. شاكر بيه هنا لحظة. إن ما كانوش يلاقوا الحقن دول. الست عاوزة تشوف شاكر بيه، فيه مانع؟ لا بس أرجوك ما تتعبهاش. شاكر بيه تسمح. على إذنكم. اتفضل. فين؟ هو فين؟ فردوس هانم سلامتك. أنت كتر خيرك، من فضلك سيبينا لوحدنا. حاضر يا هلا. سامحني. أرجوكي سامحني. تملكي شعورك. أنا انتهيت، ساعاتي محدودة. شاكر سامحني، أنا اللي دفعت سميرة للجواز، أنا اللي غشيتك. هي ما كانتش عاوزة، بنتي كانت ضحية شخص سافل خدعها، وده بيحصل أحيانا. تأكد يا ابني إن سميرة ضحية بريئة، وكل ما أتصور إني حفارق الدنيا وأسيبها لوحدها، هتصبح وحيدة يتيمة من الأبوين. أنت الأمل الأخير، انا توسمت فيك الطيبه والنبل، ما ترميهاش تحت رحمه القدر. ربنا يكافئك، العمل اللي هتعمله هيتكتب لك حسن عند الله. اعتبرها غريبه بتطلب مأوى عندك، حسنه منك
اديني ايدك ابوسها. استغفر الله يا هاني. منير بيه، سلامتك سلامتك يا فردوس. ان شاء الله تقومي بالسلام. انا استريحت استريحت لما شفتك يا شاكر بيه. يا حبيبتي امي، الباقيه في حياتك يا ابله. اخ يا ايه يا سمير، هم اللي اتجوزوا يعملوا كده ولا نسيتينا؟ خلاص انسى ازاي يا حبايبي، بس والله لا اقول لك الحق، انت صبرتي كتير لكن عرفت تفطري صحيح. طول بيضربوا في جوزك المثل في الذوق والادب والاصل، دي البلد كلها بتتكلم عنك. ده جوزك بيحترمك وبيحبك لدرجه العباده. ده اخويا الكبير كان زميل لجوزك في الحقوق. ايه صحيح؟ ازاي هو ما قالكيش؟ ده كان عندنا الجمعه اللي فاتت. ايوه صحيح قال لي. يا سلام، ده قال عليكي كلام تري جونتي. صحيح. قال ايه؟ قال انك مثال الزوجه الوفيه الشريفه، انه يعتبر روحه اسعد مخلوق على وجه الارض. ربنا يختر ذوقنا بعريس من العينه دي. انا حاكم كلام في سري، ما يملوش عينيا شبان الايام دي المسريع اللي الواحد منهم شاطر بس يسرح شعره ويقف قدام سينما مترو. وانت ما جيتيش ليه تزورينا معاه؟ هو وعد انه يجيبك. قال كده واكتر من كده، ده قال انه ما كانش يتصور انه هيلاقي ست تملى عينه بعد زوجته الاولانيه لغايه ما شافك. اصل يومها ما كانليش كيف شويه. ولا بيغير عليك؟ انا في نظر الراجل اللي ما بيغيرش ما يبقاش راجل. امال يبقى ايه؟ يبقى نعجه. مين؟ صباح الخير يا ستي. بتقولي ايه؟ اصل انا حجبت ترابيزه في الدرز من امبارح. ومين اللي قالك تعملي كده؟ تعرف يا بابا اني انا سرقت كارت من بتوعك وقلبت خطك عشان احطه في سبت الورد؟ اتجننت يا عنايات؟ وكمان مفيش مرسي اني عملت الواجب بدالك؟ أنسة عنايات من فضلك. لحظة من فضلك. جود مورنينج قبلة. كلمي يا عنايات في التليفون. أنا؟ أيوة. طب وحياتك يا قبلة، حطي دول في الزهرية. ألو؟
انا حماده. وصلت امتى؟ اول امبارح بالطياره. وانا كمان عايز اشوف كده. طب اسمع، كلمني بكره بعدين اقول لك. لا لا ما اقدرش، اصل في حكايه عايز اقولها لك. جود باي دارلينج. ابلة، الشاب اللي كنت كلمتك عنه وصل اول امبارح من اوروبا. ايه رايك قبل ما اقول لبابا عاوزاكي تقابليه واخد رايك فيه؟ انا متاكده يا ابلة انه هيعجبك قوي، لانه شاب لطيف ونبيل واحنا تعهدنا على الجواز. لكن مش صح انك تستاذني بابا قبلة. انا عاوزاكي تساعديني في اقناعه يا ابلة. اذا كان الشاب حايز على كل الصفات المشرفه فما فيش داعي للواسطه. لازم تصارحي بابا بالحقيقه، وبابا له مكانته في المجتمع وعنده اصحاب كتير يقدروا يستعلموا عنه. يا هجيسي قلبي بتزق ازاي؟ سامعاني يا ابله؟ زي الطبل البلدي. يا حبيبتي يا حبيبتي. الو الو، مالك قابلت مين يا حماده؟ روزيتا صاحبتك اللي كانت عاوزه ترمي على وشك ميه نار. اعوذ بالله، دي لومنجيه. اوعى تقول لها ان رجعت من اوروبا. لا ما تخافش، دي اتجوزت شاب يوناني غني وبتموت فيه. تموت تموت في 60 داهيه يا حبيبي، انا مش فاضلها، انا خاطب وهتجوز قريب. بلغني ومين الغلبانه دي اللي بسيرك تتدفعها كوتا. اتلهي، انا نويت اتمم نص الحلم. لكن نصك الوحش هيتغلب وترجع للهلس يا رد البراد. تعرف ان انا شفت خطيبتك؟ شفتها فين؟ مع ابوها شاكر بيه حمدي ومرات ابوها. مرات ابوها؟ ايوه. لكن ده قالت لي ان ابوها ما اتجوزش بعد وفاه امها. اتجوز واحده ست يا سيدي لما كانت بنته غايبه في اوروبا. واتجوز مين؟ واحده ست من ارقى العائلات اسمها سميره هانم بنت المرحوم احمد باشا عزت. بتقول مين؟ سميره؟ ليه؟ انت تعرفها؟ انا؟ لا بس انا كنت بشوفها في البلاد. اما مفاجاه في صحه حماد المقبله. بابا انا عاوز اقول لك حاجه. خير؟ انا بحب. بتقول ايه؟ استنى لما اكمل. شاب قابلته في اوروبا وتعهدنا على الجواز، حبينا بعض حب طاهر شريف، درست اخلاقه وطلب مني انه يخطبني. طبعا بعد موافقتك. انا متاكده يا بابا انه هيعجبك قوي. والشاب ده اسمه ايه؟ حماده نور الدين، متخرج من اوكسفورد. طيب يا بنتي اديني الوقت الكافي علشان استعلم عن اخلاقه ومركزه الاجتماعي. اخلاقه من احسن ما يكون. وعمره كم سنه؟ 30 سنه. 30 سنه يا خبر، لا ده اكبر مني بكتير. طب وماله يا بابا، ما دمنا من مين لبعض. ايوه لكن وابوه مين؟ ابوه اسمه فريد نور الدين بيه. فريد نور الدين بيه. طيب اديني اسبوع. يا خبر، اسبوع كتير. كتير ازاي يا بنتي؟ دي مسألة مستقبل. ست ايام. دي مستعجلة قوي. طيب ست ايام يا ست. حسبي حسبي، غرقتيني يا بنتي يا مجنونة. هو فين شاكر بيه؟ اهلا 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 يا رفعت، الحمد لله بالسلامة، وحشتني يا شيخ. الله يحفظك، مش هوحشك بعد النهاردة يا سيدي، انا هتنقل في مصر. كان مهدي. امال. انا ما رضيتش اقول لك عشان اخليها مفاجأة. فهم سليمان المحامي زميلنا قابلني في اسيوط وطلب مني اني احل محل المرحوم زكي بيه صبري المحامي اللي كان مشترك معاه في المكتب، فطبعا وافقت. اما مفاجاه مدهشه، ده احنا بقالنا مده ما شفناكش. سنه تقريبا. ايوه سنه واربع ايام وثمان ساعات. خلي الدقي بقى على جنب. والله سلامات. الله يسلمك. ايه ولا جواب ولا كتاب ولا حاجه. طبعا من ليه احبابه وسميره هانم. انا بلغني مسرني، البلد كلها بتتكلم عن سعادتكم. طبعا بلغتها تعزيتي لما توفت والدتها. طبعا طبعا. ومنير بيه جوز امهات؟ والله ما شفتوش الا مره واحده جه زارنا في مصر. وبنت عنايات؟ دي بتبوس ايديه. بستها العافيه والهنا. على ذكر عنايات، ده تقدم اليه عريس. الله اكبر، مين بقى يا سيدي؟ اسمه حماده نور الدين، ابن منير بيه نور الدين، مهندس متخرج من اوكسفورد. الله 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 الله. انا بدي تستعلم عن عائلته واخلاقه ومركزه الاجتماعي. والله يا عال، مش قلت لك ان انفع خطبه. الو
الو اتفضل الفطور. امال فين انا ايه؟ بتلعب تنس. الله انت ما خدتش الدواء؟ مش عاوز. الو الو عنايات جود مورنينج. لا انت مين حضرتك؟ الو الو مين في التليفون؟ مش عارفة مش عارفة. انا مش فاهم، في واحد بيضرب تليفون في الايام دي وما ردش. رفعت بيه اتكلم من شوية. طب حاب اطلبه لما اوصل المكتب. عنايات كانت قالت لي على شاب. انا عارف عارف، لكن ده مش شغلي. قولي لعنايات ما تنتظرنيش على الغدا، يمكن اتاخر. مش هتتغدى في البيت. عندي تحقيق في قضية مهمة، المتهمين فيها كتير. اتغدوا انتم. لا سيبيه، ما ترديش انت. الو الو. طبعا يمكن عاوزك تكلميه انت. انا سنة مضت علي وانا عايش في الشك. الشك؟ انت لسه حاقد عليا، بتشك فيا. انا عارفة ان الظروف هي اللي جعلتك تستبقيني عندك، خصوصا بعد ما ماتت امي واصبحت يتيمة. لكن انت راجل قانوني، احكامك عدلة، الرحمة فوق العدل يا شاكر. ايه فين الموضوع ده؟ احنا اتفقنا على الحياة دي. ارجوكي مفيش داعي لإعادة ذكرى المأساة. طيب على الأقل كلمني قدام بنتك، قدام الخدمين. انت فاكر ان عنايات مش ملاحظة فطورك نحوي؟ عنايات عنايات بكرة تتجوز وتخرج من هنا وتعيش مع راجل يحبها ويحترمها. كلماتك كطعنات الخناجر يا شاكر. يا ما رجالة بتجوزوا ستات لها ماضي ومع ذلك بيعتبروهم زوجاتهم، وكتير منهم بيعيشوا شريفات. ثم لنفرض انك اخطأت في صبات مع فتاة وتركتها، ليه ما بتلاقيش حد يحاسبك؟ ليه ما بيقولوش ان فلان سقط زي ما بيقولوا فلانة سقطت؟ لان الطبيعة جعلت تاج المرأة عفافها. انا لما اخطئ مع امرأة بترك ابني لغيري عشان يربيه، لكن مراتي لما تغلط مع واحد تاني بتجيب لي ابن غيري في بيتي علشان انا اربيه. اسكت انت قاسي. ثم الراجل ده اللي وهبتيه نفسك من المحال انك تنسيه، وفوق كده الشك المستحوذ عليا انك ربما تكوني كذبتي وادعيت انه مات علشان تستريح من فضولي. كل ما صادف شاب اقول يمكن يكون هو، كل ما يضرب التليفون اقول مش بعيد عاوز يتصل بيها، كل ما امر على قهوه واشوف بعض الشبان قاعدين يخيل لي انهم بيشاوروا عليا وبيقولوا شايفين اللي ماشي هناك ده شاكر بيه اللي اتجوز فلانه اللي كانت عشيقته. انا حياتي اتحطمت ويجب اني البس عليها الحداد. جود مورنينج يا عبدك. امال دادي فين؟ دادي عنده قضيه مهمه خرج بدري. يو انا جعان قوي. انا لعبت تنس عال جدا النهارده والجو بديع. يمكن يكون برد الشاي. لا لا اتس اورايت. الله شفت بقى؟ يا سلام عليك يا بابا. ايه يا روحي وايه العمل دلوقتي لما يجي وما يلاقيش بابا؟ هو مين؟ خطيبي. بابا حدد له موعد في التليفون النهارده عشان يقابله، لازم نسي زي عادته. هقوم اكلم بابا في التليفون. لسه ما وصلش يا عنايات، وما اظنش انه يرجع لانه مشغول قوي. وبعدين في الحكايه دي؟ الله قابله، ما تقابليه انتي. انا
لكن وحياتي عندك، أنا متأكدة من حسن حكمك على الأشخاص، لما تقابليه حتساعديني في إقناع بابا، وحتشوفي إن اختياري في محله، لأنه شخص قدير بأن يسعد أي فتاة، وأنا واثقة إنه حيحقق أحلامي في المستقبل. وحياتك وحياتي. في واحد ليه منتظر في الأوتومبيل برا. هو هو، خليه يتفضل. أبلة، اتفقنا يا أبلة، والنبي قبلك كويس، إديني بوسة. أهو طالع السلالم. فكرة، أبلة، قبلي أنت لوحدك وأنا طالعة فوق، ولما تعوزيني يا بنت هيلي. بونجور يا هانم. انت طبعا مندهش المجيء، لكن الظروف والمقادير شائد كده. ساعات الواحد ما يحبش يقابل شخص وتضطر المقادير والظروف انه يقابله في كل لحظه. اي ظروف واي مقادير، اطلع برا. اطلع برا؟ وهل ده بيتك؟ ايوه بيتي يا ملحط، ما تفتكرش اني اخشاك او خاف منك. ومع ذلك فانا سعيد للفرصه دي. أنا مندهشة إزاي الجراءة تصل بيك إلى الدرجة دي؟ تأكدي إن الظروف هي اللي لعبت دورها. فلنختصر، إذا كنت نفدت بجرايمك في الماضي، المرة دي راح أقفلك بالمرصاد، ولا أتردد إن أفضحك. غريبة، القط يلبس ثوب الأسد، يظهر إنك نسيتي. لا ما نسيتش حاجة، لأن سفلتك لا تنسى، أما البنت الطاهرة دي، بنت جوزي الكريم النفس اللي صفح عني. اللي صفح عنك؟ عاوزة تقولي إنك اعترفتي له بكل شيء، ورغم ذلك مرضيش يرميني في الشارع. مدهش، لكنه يجهل شخصيتك. انصحك توزني امورك وتقدري مركزك، ومين عارف يمكن في المستقبل نبقى صديقين. امشي اطلع برا، انت شخص توثق اي مكان تتوجد فيه. ما فيش داعي للكلمات الضخمه دي، من مصلحتنا احنا الاثنين الاتفاق. في سكوتك ضمان استمرار هنائك العائلي. زواجي من عنايات صفقه رابحه انا في اشد الحاجه اليها، اذا فلنتعاون. ما تذكرش اسمها على لسانك يا كلب. واذا اعلنت الحرب علي واصرت عنايات على التمسك بي، ساعتها اكشف القناع عن نفسيتك واقول لها ان الراجل اللي اخترتيه تاجر من تجار الزواج. انا مندهشه ازاي انت متعلم تعليم عالي ونفسك ما تهذبتش. اذا فانت مصر على العداء، وفي الحرب يستعمل الانسان السلاح لينتصر بيه. هنا مش مكان مساومه يا كلب. وجواباتك؟ جواباتي؟ جواباتك اللي تفيض بألفاظ الغرام وجملك الملتهبة، ثم صورك معايا لما يشوفها جوزي. شيطان. مهما كان متسامع فالرجل غيور، لما يشوف ويقرأ جواباتك ويتفرج على صورك معايا في مواقف بعيدة عن الاحتشام حيصور، ما يحتملش بعدها ان يشوفك قدامه. ده صحيح، لكن يستحيل اضحي بفتاة بريئة علشان سطر عاري. افضل الف مرة ان جوزي يرميني في الشارع على كوني ارمي بنته بين انيابك. اذا حنشوف مين الخسران. لكن انبهك، عنايات بتحبني ودي بلغت سن الرشد، ومن السهل علي اقنعها بان رفض غيره وحسد من مرات الاب، وساعتها هتتجوزني رغما عنك وعن ابوها. اما اذا رضختي فاسلمك كل جواباتك وتنمحي ذكرى الماضي. عنواني شارع البورصه نمره 7، انا منتظر الرد لحد بكره. إلى الملتقى يا حماتي المقبلة. إيه يا أبلة، حمادة خرج؟ قابلتيه؟ الله، مالك يا أبلة، جسمك بيرجف. جرى إيه يا أبلة؟ رد عليا. عنايات، الشاب ده غير قادر بيكي وما يصحش تفكر فيه لحظة. بتقولي ايه يا أبلة سميرة؟ بقولك ان حمادة نور الدين اوسخ شخصية على وجه الارض، مشكور الظروف اللي اطلعتني على السر ده. ليه؟ ايه السبب؟ السبب لاني اعرفه. تعرفي؟ اعرف انه له علاقة بواحدة خدعها وسرق مسخها وتركها بعد ما ده كذب كذب.
اقسم لك بنص ابوكي. ومن هي يا ستي؟ الست دي تبقى صديقه من صديقاتي. واسمها ايه؟ اسمها ما فيش داعي لذكر اسمها لانها ماتت. الو عنايات، عاوز اقابلك ضروري. حماده انا سمعت عنك حاجات فظيعه مش قادره اصدق. سمعت ايه؟ ومين اللي قالك كده؟ مين اللي اخترع عني الاكاذيب دي؟ ما اقدرش اقولك، انا خايفه. احترسي يا عنايات، في مؤامره بتتدبر ضدي. قوليلي قبله، حد جنبك؟ لا مفيش حد. قبله راحت تزورها برمها. عاوزين يفرقوا بينا. وتعرفي مين؟ تقسمي لي براس ابوكي انك ما تقوليش. الشخص اللي عايز يفرق بينا هو مرات ابوكي. ايوه هي. انت ما تعرفيش مرات الاب وغيرتها من بنت جوزها، لكن انا حدافع عن حبنا، ومفيش اي مخلوق على وجه الارض يقدر يفرقنا عن بعض. وبكره تشوف. ادي الجواب ده للست في ايدها. حاضر يا فندم. امال فين شاكر؟ انا جيت بدري مخصوص عشان اجيب له اخبار مهمه. انت مش عارفه انا بقيت دلوقتي قلم استعلامات. اتفضل اقعد، زمانه نازل. طبعا شاكر قال لك على موضوع خطوبه عنايات. ايوه قال لي. شوفي بقى يا ستي نتيجه تحريات شارلوك هولمز. حماده نور الدين نجل المرحوم فريد بيه نور الدين، متخرج من اكسفورد وموظف بشركه المباني الحديثه، شركه مساهمه بشارع سليمان باشا. مرتبه 28 جنيه، له مستقبل باهر من شبان الصالونات. يجيد الفرنسيه والانجليزيه والالمانيه، ليست له ثروه خاصه. هلاس في بعض المناسبات، لكن خميرته تؤهله ليكون زوج مدرب. مبسوطه بقى يا ستي؟ ربنا يتمم بكل خير. رفعت بيه، انت ربنا بعتك، ارجوك تساعدني اتوسل اليك. في ايه؟ في اقناع عنايات. الزواج ده مش ممكن يتم باي طريقه. ليه؟ السبب ايه؟ الشاب ده يخفي تحت مظهره البريء وابتسامته اللطيفه اشر انواع الانسانيه، وله ماضي قذر مع بنات بريئات. بتقولي ايه يا هانم؟ وسطع على عفاف فتاه من عائله محترمه. الفتاه دي انا اعرفها كويس. انت واثقه من اللي بتقوليه؟ واثقه. لا اذا كان الامر كده. بس ارجوك مش عاوز جوزي يعرف اني بلغتك التفاصيل دي. هل توعدني بشرفك؟ فليكن. اشكرك. عمك رفعت بيه هو اللي اداني المعلومات دي عنه. لكن يا بابا. اسمعي يا عنايات، انت لسه صغيره، ما تفهميش خفايا الحياه، وانا ابوكي كل غرضي سعادتك. الزواج ده انا يستحيل اوافق عليه. لكن يمكن الاخبار دي مش صحيح. قصدك عمك رفعت بيه هيكذب؟ لا، ده مش عم رفعت بيه اللي قال عنه كده، دي قبله سميره. قبله سميره؟ ايوه، هي اللي اخترعت الكلام ده عليه وادعت انها تعرف. تعرفه منين؟ اختي لا طبعا، انا سمعتها بودني بتترجع عم رفعت بيه عشان يقول لك كده. وقصدها ايه من كده؟ بابا زمان كنت اسمع ان مرات الاب بتغير من بنت جوزها، ما كنتش اصدق، لكن دلوقتي انا متاكده قبله بتغير مني. بتغير منك؟ بتغير من حمين اعتنائك بيا، من انه يكون في اي انسان سعيد غيرها. احميني يا بابا، انا بنتك يا بابا. انا شايفه انه بابا متاثر من كلام ابله ومش عارفه اعمل ايه. وانت خلصك يعني انهم يفرقونا عن بعض. اعمل ايه بس اذا كان بابا فهمي ان مراته هي السبب وبتعمل كده علشان تؤلمك؟ انا مش فاهمه ليه ابله اتغيرت كده مره واحده، مع انها كانت بتحبني قوي. كنت في منتهى السعاده لحد يوم ما قابلتك حماده. وحياتي طمني، صحيح الحكايه اللي حكتها لي ابله عن واحده ست كنت تعرفها؟ طيب ما سالتهاش مين هي الست دي؟ لو كان ادعائها صحيح تقولي اسمها ايه؟ انا عارفه بقى. قولي لبابا ان دي قصه مختلفه. اذا كانت تتجرأ خليها تقول مين هي الست دي اللي بتدعي اني اسأت اليها. امال ايه بس غلطها من كده؟ اسمعي يا عناد، انت قلبك طيب، ما تعرفيش خفايا الحياه. مهما اظهرت لك مرات الاب من عواطف المحبه والاخلاص فده طلاق كاذب،
بتخبي تحته اللؤم والحقد والخبز. تحقد عليا ليه؟ انا كنت حطير من الفرح لما اتجوزت بابا. لانها غايره مني، العاده كده. مرات الاب بتغير من بنت جوزها لانها عاوزه تستاثر بحبه لها. طب وايه العمل؟ اسمعي يا عنايات، انا هدلك على الطريق الوحيد لاقناع ابوك. قبل كل شيء، انت مش واثقه فيا كل الثقه. وبتسالني يا حماده؟ اذا ادي الخطه اللي دبرتها، وتاكدي انها هتنجح نجاح عظيم. انت اولا بلغه سن الرشد ووليه امر نفسك، مفيش غير اننا نضعهم امام الامر الواقع. يعني ايه؟ نتجوز سرا ثم نعلنهم بزواجنا. حماده، وهتشوفي انهم هيخضعوا، وفي النهايه كل شيء هيصلح. هنسافر سوا اسكندريه، وهناك نكتب كتابنا ونرجع لهم متجوزين، وساعتها هيرضخوا، ومش هيمروا شهر ولا اتنين الا ويدرك ابوك انه اساء الظن بيا. عنايات، اقسم لك اني بحبك لدرجه العباده. نفذي اللي بطلبه منك، وهتشوفي اني الشخص الوحيد اللي كرس حياته لسعادتك وهناك. يا بابا اكتب لك بدموعك، يا بابا اكتب لك بدموعك، هو ودعك والنار في ضلوعي، اقبل وداعي وكل خضوعي، يا بابا هكتب لك بدموعي. الحب ده انت جربته ودقت افراحه وتعذيبه، ودقت مره ودقت حلاوته، خلي الحبيب يفرح بحبيبه. تفرق ما بين أملين وبين قلبين، في الحب صباح وسوى روح واحنا في جسدي، سامحني وارحم غرامي وواسي دمعي العين، واقبل وداعي وكل خضوعي، يا بابا هكتب لك من ادي الجواب ده لبابا لما يرجع يا عم محمد. حاضر يا فندم. عم اسمعوا الجواب التاني، الجواب ده الست عينت قالت تسلمه لسعادتك. سامية؟ الو، مين يا فندم؟ مكتب شاكر بيه حمدي، من فضلك عاوز اكلمه. مش موجود يا فندم، هو في تحقيق بره. طيب من فضلك اذا اتصل بالمكتب خليه يجي البيت حالا، مساله خطيره جدا.
ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. حط الشنطة دي في البولنك. حاضر. ألو حمادة، أنا هرب، تعال أواب. أنت فين؟ بتتكلمي منين؟ في التليفون العمومي بتاع المحطة. لسه فاضل ساعة على القطر، خليكي في البوفيه، لما يجي ميعاد القطر اركبي في البولمان. أنا حاجز محلين، نمر 6 و8. أربعة. ايوه فتحية يا حمادة، فتحية اللي بقالك 3 سنين سايبها للبؤس يا معدوم الضمير، ولا كأنك كنت تعرفني. انت جاية تعمل لي اسكندال هنا في العمارة؟ حرام عليك يا شرير، انت وحش، وحش كاسر. انت جاية ليه؟ عاوزة ايه؟ عايزة ايه؟ انا بقالي 3 سنين بدور عليك لغاية ما قالوا لي انك رجعت من اوروبا. انت جاية ليه؟ عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة اكل. امشي اطلعي برا، انا معرفكيش. حرام عليك يا حمادة، تسيبني في الدنيا بالشكل ده؟ انا وشي اسود من الغرب والقرب. يا شيخ خلي في قلبك رحمة. ادخلي جوه، ادخلي جوه لما اشوفني. سميرة؟ هي فين؟ فين هنايات؟ فين هنايات؟ أنا منتهش لتجرؤك وتهجمك. ما تحاولش إنك تخدعني، أنا عارفة خبزك ولقمك. أنايات، 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 أنايات. أنا مش فاهم قصدك إيه. قصدي إني أنقذها منك، والحمد لله جيت قبل فاضي الوقت. إذا كنت فاكرة إنك تقدري تقفي في طريقي فأنت غلطانة. قلتلك إنه من مصلحتك إننا نتفاهم. يستحيل يجي اليوم ان كلب زيك يدني الشرف جوزي النبيل ولا يمس عرض بنته. تعرفي انك لطيفه بصورتك، لسوء الحظ ما عنديش وقت، والا انت انسان حقير. وانا جيت اقول لك ان انا اعترفت لجوزي بكل شيء، فاذا حاولت انك تغتصب بنته هقتلك. كويسه قوي، بس انا مش فضيل. اذا انت مسافر، مسافر معاها برت خطرك بمحارة زي عويدك، لكن انا المرة دي مش حسيبك. انا ياتي استحيل تكون فريستك، وانا الحرود لابوها جميل معايا. لا يا شيخ، مخلصة اوي. بيحضرلنا شامبانيا يوم رجوعنا من شهر العسل يا حماتي المقبلة. انا بقى نبعتلك كارت بوستال يا شريف. بروح عند اهلي بنتي. انا ايه؟ سوق صغيره خرجت كمان يا فندم. خرجت؟ هما الاثنين خرجوا سوا؟ لا يا فندم، سوق صغيره خرجت قبل الهانم، وكلفت عم سليمان البواب يدي لسعادتك الجواب، وانا اديته للهانم. جواب ايه؟ والله ما اعرفش يا فندم.
عنايات عنايات عنايات. اطمن، انا خلصتها، انقذتها من مخالب الوحش. انتي ازاي عملت ايه؟ قتلته. قتلت مين؟ انا مش فاهم، انت كنت فين؟ عنده. إيه؟ انت تعرفي عنوانه؟ هو قال لي عليه، وصلت في الوقت المناسب قبل ما تتكرر المأساة. إيش؟ انت تعرفيه؟ ايوه يا شاكر. عايزك تقولي انه بدأت افهم سر اضطرابك ومنعتك في زواجه من عناد. عماد نور الدين كان عشيقك. للأقدار أحكام قاسية يا شاكر. وكذبتي علي وادعيتي إنه مات علشان تصفح عني يا شاكر. وكنت بتحبيه. لا وبتغيري عليه. أنت بتقول إيه؟ لدرجة إنك أخدمتي على القتل لمجرد فكرة إنه بيحب غيرك، هيتجوز غيرك. شاكر حرام عليك. وما رأيتي سمعتي وأنا مركزي، ورحت بيتي تصحتي فيه، ولما رفض أقدمتي على جريمة القتل. أنت آمل لقلبك المجروح وما فكرتيش في الفضيحة اللي هتلطخني، في العار اللي هيشهر بيا. لكن دي نتيجة اللي يقوي امرأة ساقطة، اللي يشفق على امرأة لها ماضي. برا، اطلع برا، اخرجي من البيت اللي دنستيه. مش عاوز العدالة تيجي تبحث عنك هنا، مش عاوز البوليس يجي يخبط عليك في بيتي. وليكن في علمك انه كل صلة لك بهذا البيت انقطعت الى الابد. انت طلقة. لعنة الله على اليوم اللي شفتك فيه. لعنة الله. حاضر، انا خارجة وضميري مستريح لاني رديت لك جميلك. صدرت لك عرضي بنتك. انا بس حبيت اودعك قبل ما اسلم نفسي. لما تشوفني في التحقيق ما تضطربش، كأني واحدة غريبة عنك عمرك ما شفتها. سلم لي على عنايات وربنا يحميها من غوات الرجال. الو، مين؟ انا خليل كاتب التحقيق سعاده البيت. وصلت اشاره من قسم عابدين عن جنايه قتل في شارع البورصه نمره 7، والمجني عليه اسمه حماده نور الدين، وقبضوا على القتله ومنتظرين سعادتك هناك. بتقول قبضوا على القتله؟ وهي مين؟ سيده اسمها فتحيه حنفي. فتحيه حنفي؟ طيب انا جاي حالا. جرسون، فين الاهل ضغطة؟ ساعة عشان تلقى الاهل. الله، عنايات؟ عمير فاتي؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت مسافر؟ بابا هنا؟ مين معاك؟ ولا حد. انا طيب فاهمين ايه اللي جرى؟ بس ما تعملش كده قدام الناس. يا رب. ايه؟ مش تفهميني؟ موزر موديل 28 عيار 19. دي ما بطلتش عياط من ساعة ما قبضوا عليها لحد دلوقتي، وبتدعي ان واحدة تانية هي اللي قتلتهم. ومع ذلك دول ألقوا القبض عليها متلبسة بالجريمة وفتها اللوفيرب. سعادة البيع يا سيارة. أهلاً وسهلاً سعادة البيع. نهاركم سعيد. أنا آسف إني أزعجنا سعادتك. الشهر ده باين عليه شهر متاعب للنيابة، ومع ذلك أنا واثق إن المرة دي مش هتتعب كتير لأن الجريمة ثابتة.
ولو انها بتنكر لحد دلوقتي، لكن انا واثق في ظرف ساعة على الاقل تكون اعترفت. لما نشوف. ودي عاوزة كلام، ودي تكون ايه قدام الجرائم التانية اللي كانوا مرتكبيها من ابرع القتلة، ومع ذلك ما يدروش يصملوا قدام اساليب شاكر بيه الفعالة. متشكر. فتسمحوا لي بالمحضر. اتفضل يا سعادة البيت. ممنون جدا. احنا اذا سمحت رايحين نستجوب بواب العمارة وخدام الاساسير. اتفضلوا. هم خدوا صورة لبصمات الاصابع؟ ايوه يا فندم، جه الطبيب الشرعي ونقلوا الجثة. يا شويش جيب لي المتهمة. سيبها يا شويش، استنى برا. اتفضلي عودي. اسمك ايه؟ فتحية حنفي. عمرك كم سنة؟ 30 سنة. وايه اللي جابك عند القتيل؟ انا مراته يا بيه. مراته؟ وكان متجوز؟ متجوزني من 6 سنين، خلاني سبت اهلي، وبعدين سابني وحيدة بعد ما خد مساغي وباع كل اللي حيلتي. يعني ما كنتوش عايشين مع بعض؟ لا يا بيه، من زمان سايبني وداير يقلس، كان عاملني زي خدامة عنده. كل ليلة كان يجيلي وش الفجر سكران وعينيه حمر زي الدم، وطالع منهم الشرار، ولما عدته كان ينزل فيا ضرب لما يضحضح لي. اه، علشان كده اردت انك تنتقمي منه. قتلتيه؟ لا يا بيه، انا ما قتلتوش. ما قتلتهوش؟ امال مين اللي قتله؟ انا دخلت لقيته ميت. لقيتيه ميت؟ انا بدور عليه بقالي سنين، قالوا لي اني سافر اوروبا، بلغني من شهر انه رجع ودلوني على طريق بيته. حبيت اقابله النهارده ارتمي تحت رجليه عشان يعني بعد ما فقدت عطف الكل. اتضايق اول ما شافني وقال لي امشي امشي بره انا ما اعرفكيش. ساعتها ضرب الجرس، دخلت واحده ست، قمت استخبيت. الست دي شكلها ايه؟ سمرة، وكانت لابسه اسود. كانت بتقول له ايه؟ فهمتي من حديثهم ايه؟ انها كانت عشقته وغير عليه. غير عليه؟ ايه الكلام اللي سمعتيه بالظبط؟ كانت بتقول له مش فاكره. اتذكري بالظبط الكلام اللي سمعتيه. اللي سمعته كانت بتقول له ازاي تحب غيري؟ ازاي تخني مع واحده تانيه؟ رد عليها وقال لها انا شبعت منك. قالت له اذا عاوز تهجرني؟ بدك تسيبني بعد اللي كان بينا؟ بعد ما خنت جوزي؟ قالت له كده؟ ايوه. وفجأة سمعت صوت الطلق وحسيت رجليها وهي طالعة تجري. طلعت لقيته مرمي على الارض والطبنجة جنبه لسه بتدخن. سابت الباب مفتوح، دخلوا عليا ومسكوني مع اني ما قتلتوش. وأطلقت عليه كم رصاصة؟ رصاصة واحدة. لا لا، رصاصتين. محضر عندك ذاكر المسدس مطلق منه كم طلقة؟ 3 طلقات يا بيه. امال بتقولي طلقتين ازاي؟ مش فاكرة. ممنوع الدخول يا فندم. انا جاي اسلم نفسي. انا اللي قتلت حماده نور الدين. هيا 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 يا سعاده البيه، انا جيت اسلم نفسي، جيت اخدم العداله. انا اللي قتلت حماده نور الدين. وقتلتيه ليه؟ لانه سافل يستحق القتل. وقتلتيه امتى؟
النهارده الصبح. هل شفت الست دي معاه في البيت؟ مين الست دي؟ الست دي قبض عليها البوليس بتهمة القتل. لا مش صحيح، الست البريئة اللي قتل حمارة نور الدين أنا قتلته بالرصاص في الأوضة دي. لا لا مش صحيح، أنت فاكرة إنك أنت اللي قتلتيه. مش قادرة بقى، وأنا اللي اتهمتك، عايزة تخلصيني. إذا أنا هعترف بالحقيقة، اللي قضى على حياته أنا. قصدك إيه؟ أنا كنت موجودة لما دخلت الست دي وسمعتها وهي بتتوسل إليه وتهدده عشان يقطع علاقته ببنت جوزها، وقالت له يستحيل إن كلب زيك يدني شرف جوز النبيل ولا يمس عرض بنته. ضربته بالرصاص واح، وبعدين خرجت جري. كنت أنا مستخبية ورا الباب الحديد ده. نفعت الحيلة، ايه رأيك؟ انا شفتها في السينما في فيلم امريكاني، لو كانت عرفت ان الرصاصة ما صابتنيش كانت تنتها بالثانية والثالثة، لكن لما لقتني وقعت افتكرت اني اتقتلت. تعرفي دي مين؟ كانت صاحبتي وهتبقى حماتي. ضحية زي أنا، أنت أمتلك وأنت أمتل نفسي. يا خليل يا فندم، اكتب أمر بإلقاء القبض على الاثنين، دي للقتل والتانية للشروع في قتل، ولتأخذ العدالة مجراها. طنطا رفعت بيه اللي بيتكلم، البيه مش موجود. شرف اهو رفعت بيه بيتكلم من طنطا. الو رفعت، اسمع يا شاكر، انا بكلمك من محطة طنطا، عنايات بخير هي معايا هنا، اعترفت لي بكل شيء، انا هبعتها لك في اول قطر على مصر. طيب تعال معاها يا رفعت، أنا محتاج لك ضروري. لكن أنا عندي قضية بكرة في طنطا. للدرجة دي؟ طيب أنا جاي معاها وحب أرجع طنطا في آخر قطر. أنا منتظر. متشكر. هذه القصة بحذافيرها. أدركت إذن السر يا عنايات؟ سميرة ضحت بنفسها علشان إنقاذا لك من الدمار، وكانت مكافئتها مني على صنيعها الإهانة والطرد والطلاق. الطلاق؟ البلد كلها يا شاكر بتتكلم عنك كمثل أعلى لرجل القانون، أما سميرة هانم فست نبيلة بمعنى الكلمة، وإنت أسأت التصرف معاها يا شاكر. الست اللي من النوع ده قد تسقط مرة، لكن توبتها بتكون صدقة، قد تحافظ على شرف بيتها أكثر من غيرها. دلوقتي أنا متأكد سميرة أنبل مني نفسها. رفعت أنا عاوزك أنت اللي تتولى الدفاع عنها. ده شرف عظيم لي يا شاكر، لأن عشرات من عظماء المحامين تطوعوا للدفاع عنها. أنا بدي أستأذنك في الدفاع عن الفريستين سميرة هانم وزوجته المسكينة، وربنا يساعدني. يا حبيبتي يا أبلة.
أنا خدت إذن لمقابلة السيدة فتحية حنفي لأني حتولى الدفاع عنها. والله بكل أسف يا أستاذ، جاتنا إشارة دلوقتي من مستشفى السجن إن السيدة فتحية حنفي توفت امبارح بالليل. توفت؟ مسكينة، لا حول ولا قوة إلا بالله. البيت سعادة البيت، أنا جاي من المحكمة دلوقتي، المحكمة حكمت بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ. متشكر. Good luck.